والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في حلقة جديدة تحت عنوان الماء سر الحياة. معكم خليل من خليل جيمينج. مرحبا في سيتي سكاي لاين المدن الخضراء. أنا عندي مشكلة الزبالة، لكن بعدين بحل. عندي مشكلة ثانية أنا مضايقتني، طبعا دائما بيكون في مشاكل واحد حلها. بمبات هاي، أنا البمبات هاي سبت المود اللي نزلته، قررت إني أمسحهم كلهم. ليش؟ يا جماعة هاي منطقة تجارية جميلة، منطقة استثمارية أنا أشوفها الصراحة، ومضيع الحياة فيها بالبمبات. ها، والتلوث، والتلوث. عندي مطاعم مع الماء، عندي كذا، عندي أمور، عندي وايد شغلات. ما بقى خلاص، فليش ما استفيد هالمناطق؟ ترى سياحية، ترى مجرد اني حاطه شيء. والله خلاص عندي نووي. زين، هاي الحلوين بخليها، مشكلهم حلوة هناك. ترى هالمنطقة تكون منطقة صراحة سياحية، شيء حطي نفسه هني، جت سكيات، مطاعم على الماي، هالسوالف. جت سكيات مال وين؟ ما حد يطلع جت سكيات، تقاهريني ترى على فكرة، مع ان الناس تي وين؟ يلا اجر جت سكي، طلع دخلت وطلع. وين جت سكيات؟ هنا يشوفوا عندنا فلوتن كافيه، ناس تي تتمشى، تقعد اخر شيء، طالع البحر، والناس اللي تدخل وتدفع وما تستعمل الجيت سكي، ما اعرف شو السبب. زين، خلنا في حلقه الماء سر الحياه وكيف حليت المشكله. الماي كان عندي الاول تريتمنت. وين الماي؟ عن طريق منو؟ البمبات اللي برا. نزلت المود هذا وقلت لكم تنزلونه في حلقات سابقه، رجعوا له. بس ما اعرف اذا نزلتوه ولا لا. بس الحين انا عندي ثلاثة هني، عند ورا الاوبرا مالي، وعندي حالة وفاة. لحظة، This is serious، لا تستهنون بحالات الوفاة. حالات الوفاة قد تسبب لكم كوارث، ترى انا اقولكم كوارث. نزل كوارث جدا. حطيتها في ليوة. ليوة الحين تنتج ماي حق كل المدن، حق سويحان وحق المدن اللي احنا حاطين لها اسامي، وبدا حاطين لهم اسامي مدينه مدينه على التريو. فالحين عندنا شو؟ البومبات هاي كل وحده تنتج 700 لحظه على المود هذا، الصراحه ممتاز. 768,000 بير ويك، مقارنه 48,000 كان اللي هو، لا سوري، 120,000. يعني هذا كان، هذا الواحد منه ينتج كنا خمسة منهم، ويسوي تريتمنت بعد حق نفس الحالة. انزل. زين، انا حطيت لكم ترانسبورت، لا تستون ناشفين. يعني نرجع للماء، بنرجع شوي حق اليوم حق سويحان. في مطافي عندهم، خلهم يتولون الموضوع. انزل، شلوا الزبالة الحمد لله. والله المطار ترى والله مسوي لهم ازعاج، ترى والله المطار مسوي لهم ازعاج يا جماعة. بس على اساس سكتهم شوي، خلينا نحط لهم عيادة بس حق المنطقة هذي. زين، يمكن يتعدل مزاجهم شوي. اتمنى اتمنى اتمنى. خلنا نسوي غابات حول المطار هذا سريعا سريعا، على الاقل ما يشوفون المنظر اللي ملوع جبتهم. سوي لهم ازعاج، المطار ها راح يسوي لهم ازعاج. واذا وايد ضايق المطار ترى بشله من مكان اشل عادي، بحط المطار بعيد وبسوي له تكاسي، بسوي له باصات، بسوي له كل شيء بروحه، ما عندي مشكله. والله كاسر خاطري، تبون صدق، والله كاسر خاطري. هالعماره مثلا المشروع السياحي كبير كانت الصراحه. انزين، شو ابي اسوي؟ ابي اسوي مشاريع، مشاريع الماي بدل ما نحن عندنا. يا اصدقائي، لحظة، وين صار؟ كان هني. زين، هني مخسرين المكان على ولا شيء، بسوي على ماي، ما ماي وتلوث. بسوي شيء زين، ليش ما نسوي له مثلا فيشنج تورز مثلا؟ هذا هاي شو شغلته؟ خلنا اقراكم.
زين يقولكم هذا يطرش الناس حق رحلات مائية. واحد زين هذا شو يسوي؟ جيت سكي رنتل. شوفوا المكان، شوفوا المكان كيف يستوي يعني. بس هذا مكان ثلاث ولا بمبات ولا شيء على فكرة. بس لحظة خلنا نسوي لهم هالمكان شارعين زين. شارعين نصير شارعين عاديات عاديين بوشير بنسوي لهم زين. نسوي لهم شارع بوشير هني وصل لعند العماير الصغيرة هاي اللي ما ذاك الزود زين. بنسوي لهم شارع هني وشو نخل هني، نخل هني مكان النخل يابا فوق النخل صح. المارينا هاربر مورنينج بلجر ياخت سمول بوتس ايوه بارك نات يخوت وخليها هني صوب منو عشان يخوت يطلعون وين عند الجماعة هني حلو. وعندكم وايد شغلات عندنا عندنا اسطبل بعد يا الله زين. خلك عندنا شوفوا على البحر شوفوا نفس المكان استغليناه في شو بدل من ماي فولي بول بحري حلو. فولي بول شيء جميل زين. ريستورانت يا مطعم هني جنب هاي اللي خوت ناس بتهني ريس كامل اظن بس عشان تاكل في اليخت هني في خلي بينهم فاصل مكان مطعم ثاني ممكن واحد برجر يفتح واحد ايطالي شكله ناس تي تستانس يخوت واقفة اي عند اليخت ماله. بس يبالي باركنين يخوت زيادة تبون صدق ابو باركن يخوت سكيت بارك بعدين. وين صار صديقي وين صرت وين صرت وين وين صار صديقي صدوق ضيعت تصدقون. هذا اوكي هذا مارينا سوري قدامي حطي مارينا ثاني هاي اللي خوت شوفوا خوت عندنا يو شيء رقم واحد. عندنا هذا مال صيد موجود ناس بتي بتصيد بتسوي بتستانس بتبسط. هاي بس منطقة واحدة من المناطق انتو تعرفون هاي كم توفر لنا هاي شوفوا بس باركنات اللي خود هاي كب روحها كم تسوى شوفوا باركنات اللي خود كم تسوى. اي فيزيترز وغيره هي نعم بارك سيف بالنهاية تعتبر كانها حديقة في اللعبة على فكرة يعني مش اكثر. لكن عندنا مجموعة طيبة هني من الحدائق شي جميل يعني شي حلو. وحطينا مال فولي بول بعد بس يبالنا هني نتكتكله شوي لان عندنا نخل نحن صح. بنحط اذا بنحط ممشى حطي لها ممشى داخلي ورا العماير بالطريقة هاي حطي لهم ممشى مثلا هني على البحر رقم واحد. ونحطي لهم شوفوا المنظر اللي هم قاعدين فيه ترى مش طبيعي على فكرة. يطلعون مدينة ثانية يطلعون شو اسمه سما صافية شيء جميل يعني. اذا هني يفتح دكان عند الاخوت والله يكون شيء صراحة ممتاز. هني ابو دكانة انتو خذ المساحة كلها مو مشكلة دكاكين صغار. لا هاي ما ينفع دكاكين صغار انا اردي الدكانة هناك مفروض تكون كبير صح. خلنا نعطيه مساحته اساس يقدر يبني اوكي يمكن يعدل. لا خلنا نشوف شو بيستوي هني بس ما نبغى انت تغلط صح. شوفوا هذا الباركن هذا مكانه بس مجموعة بمبات. هني كان عندنا بمبات ترى هني عندنا بمبات هني بمبات. هالمكان نسوي مكان شاطئي استغل الأماكن اللي كانت ضايعة على وين صار كانت ضايعة على بمبات الماي والسيوج والتلوث اللي كانوا مسببين. شوف التلوث واصل لوين هذا كله تلوث مالنا ترى تشوفونه نحن مسببين هالتلوث. أظن هني بيبين شوفوها شوف التلوث هذا نحن مسببينه. ما داني منظر التلوث ترى قبيح منظر التلوث جدا قبيح انا ما داني التلوث. هذا جميل الهاربر وعندنا حتى هني الكارغو وكل شيء حتى الكارغو عادي وهم جنب الكارغو ما في مشاكل. بس انا هاي المساكين متضايقين ترى من المطار.
يكسرون خاطر والله. بتشكله بمكان مطار بيتغير قريبا. ما علي يا سويحان، سوري سوري يا سويحان، ترى ما ايه يا سويحان. ايه انزل هذا. اوكي طلع دكان. ها شو بالله عليك تبيع اثاثة هنا؟ والله ما تستحي وياك. كنت ابغى دكان بارد انا شيء زين. هذا شوف تحت. اوكي هذا دكان، هذا كافيه، هذا اوكي، هذا فاهم شوي اكثر عن هذا اكثر. وين النخل مالي؟ خلينا نحط النخل. نخل ايوه، نمشي على البحر بدون نخل الصراحه ما يسوى. رقم واحد النخل، شيء عجيب. رقم واحد بيكون مرتب، شيء زين. عدل. واحد نمشي في حد بحد ذاته، هذا بعد يكون في نخل. واحد قاعد يتمشى تشوفونه رايح يلعب فولي بول شكله. ترى الملعب فيه مفيد، الملعب فيه مفيد. شو هني بعد؟ شارع بوشير اصلا بونه الشارع. تخيل شارع محلاني، يعني مبين عين عينك هذا مكان تمشاية، مش مكان كرف، مكان راحات. هني بعد نخال يسيرون، هني ينزلون وسط الممشى والنخل. فوق النخل يا فوق النخل، خلنا نسير حتى نلم نخال. شوف شوف شو كيف العالم قاعد تشوف. بعد لازم نسوي باصات حق السياح، بيجون سياح. اروم احط اشارة تحته اذا اروم زين. لا ما بقدر، مكان ما يسمح ضيق، لانه موصول في شارع بعدين. تعالوا انزين بنحط باص. بس باص بيكون اخر شيء مو اول شيء، الباص بيكون هني. سوري اذا تبون امشوا، انا ما بخرب المكان كله لاجل عيونكم. بس ايه الباص هني بيتوقف. اذا بتسوي زحمه هني مو مشكله، سوي زحمه شوي بس اكثر من كذي لا سوي، لا تسوي. خلى المكان هذا زين اساس الناس تجي. في وايد فيزترز والله هنا، شوفوا كل حد عنده فيزترز، كل حد عنده فيزترز. بس تورس بعد سياح وايد ترى عنا شيء، عنا سياح يعني قاعد تي بعد سبة الموضوع هاي. ترى شيء مهم السياحة، شيء مهم. خلينا نشوف الترانسبورت ماله. لا زال الباص ترى رسميا، ترى الباص هو اللي شال الدنيا شلع فكرة. وراه المترو، وراه المترو. بس هذا المكان خلنا نشوفه حبيب. سومسوت بعد حركات كراسي وهذا بالدنيا. الكوفي ميديم مكة في عندهم. اوكي حلو ترتيب، هذا شو ترتيب زين. هذه بالنا مع احترام الشديد للبزنس اللي مسوينا، لكن انا انسان راح استغل المساحة هذه وافتح فيها شو مشاريع سياحية. ابغى هني شو بيفتح؟ دكان ثاني، دكان رفيق حليلة، راعي البكب بعد لونين حركاته. شو يسوي؟ فيشنج تور صغير. هاي ما فيشنج تور، هاي هي مستعملين الباركن هذا. شوفوا باركنات بعد، شو يقرص هذا اللي شو اسمه اللي يختم هذا حليله. جي واقف عندنا ولا شو جيب هذا؟ كلها المواتر هاي بيشتغلون على مواتر صدقية. طر بتشوف لي هني مرسيدسات وهذا، بس ما في متأكد انا. شوف 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 زين. الحين شوف تحت الدكان الثاني بعد اثاث. شو سالفة الاثاث؟ مرة مغير انا. ما بتكلم، ما بقول لهم شيء، ما عليه. الله يسامحهم، الله يسامحه، بس ربنا يسامح اللي كان السبب. هني بحطي عماير في نص التقاطع. لحظة والله لا يجيب العيد. لحظة اوكي ما شو ولو بعد يا رب.
هذه الصناعية الأولية ما يسميها مصفح بالإنجليزي مش عربي، بس اللي ما يعرفها هاي صناعية وظبي ترى اسمها مصفح. زين عندنا مصفح الحين، هاي مصفح مالنا، مصفح زينة غريب الزحمة المفروض تكون زحمة مصفح بس زين. هاي مصفح تو اريا تو بسميها، ولا لا ما بغير الصناعة اللي فيها، ولا اقولكم بس ديستركت من غير ما حدد شيء وخلاص. على فكرة كل ديستركت ترى محطي له قوانين بروحه، احنا ما دشينا في القوانين للحين على فكرة. مصفح تو ولا هاتو مصفح، مو مشكلة بنوصل 20 ما عندنا مشكلة. مصفح ون اوكي، اللي يروح يرد مصفح. مصفح زحمة الصراحة. وين يا ليوة؟ شو اخبارك يا ليوة؟ شو ترتيب المطار مالك؟ شغال شغال يا ليوة. اوكي قمت اسمي شوي شوي المدن، بسامي مألوفة لنا. انزين اوكي ممتاز. الحين هاي بالنسبة للسياحة اللي هنا اظني خلصناها، لكن احس ان شيء ناقص. هاي المشكلة ترى، بس لا حلوة المنطقة يعني، عندنا العماير وهذا والفنادق كل شيء موجود، وعندنا هني كل البحر قاعدين نستعمله عدل يعني، ما قاعدين نضيع وايد من مواضيع البحر تبون صدق، لان هاي منطقة حلوة تكون فيها زحمة على البحر. انت في مدينة تبتي قريب بحر، بالنسبة للمدينة ما في بحر تبون صدق، مكان قليل هني. اوكي متوفر لهم مساحة، لكن ما بسوي يعني ما في الزحمة السكانية هني اني قاعد اشتغل عليها. هاي اللي يعرفها نحن سويناها، كان هني اصلا بحر ترى على فكرة. اللي ما يعرف المنطقة هاي يرجع لحلقة هاي الصراحة. الجزيرة هاي كل ما اشوفها استمتع، انا احسها مكانها جميل فيها ابراج. لكن ليوا ما تشوف شو ترتيب الزحمة هني، قام يشتري زحمة، في زحمة تطلع من الشارع هذا. اوكي شوف زحمة الشارع تعدلت، لان عدلنا اخر مرة هني نفق، اي بتعدل وايد، تغيرت وايد الزحمة، ما اختفت لكن وايد فرق ان نحنا سوينا لهم باي باس ولا تجاوزنا المدينة الاساسية. انت السيارة وين تروحون كل هالسيارات؟ من وين جاي؟ مش مكتوب ميديكال اسعاف، وين جاي انت؟ احنا عندنا ترى اسعاف هني، عندنا اسعاف كبير بعد، عندنا هليكوبترات بعد، ها استعملون واحد بس مش اكثر. المنطقة السكنية هاي فل استوت، ها خليني احط شوي مكاتب هني، مكاتب بترولية تخصص تجارة بترول، مكاتب تخصص بترول عند البترول، عرفت؟ لازم ترتيب، لازم ترتيب بترول يعني، ترتيب البترول عالي. بس انا بعرفها يضربون خطوط من اخر الدنيا يجون للمدينة هاي، بس لا تشوف الزحمة هني. هاي هاي مصفح ثري، هاي ليوة، ليوة هاي ليوة ليوة. عندنا مصفح ون، مصفح تو، هاي سويحان جنب سويحان، شو بنسميها؟ انزين خلنا نسوي له ديستركت هني، بس مجرد ديستركت، ما راح اسوي فيها اي قوانين اي شيء، بس هاي منطقة سكنية مالنا اللي على الكورنيش. لحظة هاي اذا شي السالفة، لحظة بناخذ همجة العماير اللي مسوين زحمة الكورنيش. زين شوفوا هذا، سميها بس بدون قوانين بدون شيء، خلها مثل ما هي الحين. زين هذه الكورنيش مالنا، بعد شوية زيادة منطقة الكورنيش، هذه الكورنيش، الكور نيش صح؟ ما اعرف اتصور بيكون شيء من القبيل. الكورنيش نحن نعرف الكورنيش الشاطئ هذا مالنا. وعندنا سويحان،
كل حد هنا عنده يبون الكورنيش ترى. هاي كلها اسامي عندي ترى من ابو ظبي. لكن هذا كان وقت الحلقه الحين، والله خلص وقت الحلقه، كنت بكمل لكم شوي على المناطق، لكن خلصنا امور الماء. في عندنا اماكن ثانيه بعدين نقدر نلعبها، نحط شغلات ثانيه، مشاريع جديده، امور جديده، شغلات اكثر واكبر. لا تنسون هالسلسله ابتدينا اول حلقه كنا على وشك الافلاس من اول يوم، لكن الحين شوفونا واقفين على 4.5 مليون، 69,000 شخص، الاقتصاد ثابت، كل شيء ثابت، حتى المشاكل الصغيره اللي تحسبونها امورها طيبه. المهم اشكركم على متابعه الحلقه وعلى حبكم للسلسله ومتابعتكم لها، فاشوفكم ان شاء الله في حلقات ثانيه وجديده على خير باذن الله.